شكرا جزيلا للزميل العزيز تامر صقر، وتحية وتقدير لنجوم مصر الكبار كابتن محمد عمر والكابتن محمد صلاح أبو جريشة والزميلة العزيزة هاجر عطية. كل الشكر وكل التقدير، وكل عام وحضراتكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. كل عام وحضراتكم بخير. اليوم نعود ونلتقي مجددا مشاهدينا في سهرة كروية رمضانية، سهرة جديدة من سهرات كرة القدم المصرية، سهرة من رواية الدوري المصري الممتاز، الرواية الكروية التي تعود إلينا أصدقائي بمزيد من القصص والحكايات والكواليس بعد انتهاء فترة الفيفا ديت التي أسعدتنا جميعا كمصريين بفوزين متتاليين لمنتخبنا الوطني وضعته على رأس المجموعة، وأيضا أسعدنا منتخبنا الأولمبي بتأهله إلى أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي ستقام بالمغرب بمشيئة الرحمن. الآن أصدقائي تنطلق منافسات الجولة رقم 22 من بطولة دوري المصري الممتاز أو دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة في النسخة رقم 64، ولقاء في منتهى الأهمية، لقاء بيجمع سموحة الموج الأزرق مع الدراويش، دراويش كرة القدم المصرية النادي الإسماعيلي. لقاء أصدقائي أكون أو لا أكون، لقاء في منتهى الأهمية. ممتاز سموحة أصدقائي من 21 مباراة في المركز التاسع ب 27 نقطة، والنادي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير ب 16 نقطة ولكن من 20 مباراة. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، الموج الأزرق بالقميص الأزرق والشورت الأهلي مسجلين 19 هدف واستقبله 19 هدف فريق سموحة عبر ال 21 لقاء. هنشوف الركنية هل تتلعب على القائم الأول زي ما عودنا سموحة. هنشوف، اتلعبت بالفعل على القائم الأول، ودي راسية خطيرة جدا جدا، فرصة كبيرة جدا جدا لسموحة، ولكن العارضة بتتصدى لراسية حليمه. بصوا حضراتكم اتلعبت عشرات من الحضور في ملعب الإسكندرية. العب يا درويش، كرة مرة تانية للأمام، الشامي عدى وفات المرة دي في مكان خطير، في مكان خطير، ودي كرة وجول، جول 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 جول. افتتح الحكاية وافتتح القصة أحمد مدبولي. بس بص شوف مين اللي أخرج ومين اللي فكر ومين اللي أسعد. آدي الفرحة وآدي السعادة وآدي الشامي اللي عدى وفات وتقل على كورته وحطها خلصانة مخلصة علشان أحمد مدبولي في الدقيقة 20 أصدقائي يفتتح التسجيل من أول محاولة حقيقية. بص شوف الشامي بيعمل إيه، عدى وفات وبص ورفع وم أربعة. ملك بايو بركات، تمرير في قلب الملعب، ميسي، الكرة الأمامية، تحرك ثنائي خطير، ودي كرة وفرصة كبيرة جدا جدا، فرصة كبيرة جدا جدا. ضربوا المرة دي خط ظهر النادي الإسماعيلي، كان اتنين عاملين انفراد لكن راح لها كبير الهدافين حسام قبل كوكو، حطها أعلى أعلى من المرمى. بصوا حضراتكم الكلام، وهل فيها تسلل ولا ما فيهاش، كورة صعبة جدا جدا محتاجة فار، لكن حسام تحضير من جانب سموحة. بركات يلحق الهاني سليمان، احمد حكم، ضغط خطير جدا وجول، جول 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 جول. الاخطاء وعبد الرحمن في الدقيقة 38 بيحط تاني الاجوان وبيهشك الدراويش كمان وكمان وكمان. لعب
والضغط والاسترخاء اللي كان بيحضر بيه فريق سموحة أخطأ حكم. وعبد الرحمن مجدي يسعد أنصار الدراويش كمان وكمان بتاني الإجوان. بصوا حضراتكم لسه بتكلم على جودة التمرير وعلى جودة التسليم والتسلم في التحضير. خطأ كبير جدا جدا، خطأ قاتل، لكن الضغط المتقدم اللي فيه إيجابية عبد الرحمن مجدي طبعا ما انتهتش. كرة من محمد هاشم، مرة تانية مصطفى سعد ميسي. فريق سموحة كان يقدر يتعادل أو يقدر يتقدم، لكن خلينا نشوف الشامي. أدي الشامي 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 وتالت الإجوان. ثلاثية قوية جدا جدا، صنع الأول وسجل الثالث محمد الشامي. مش بقول لحضراتكم وحوي يا وحوي ورمضان كريم على الإسماعيلي وعلى الدراويش بثلاث أهداف لم تحدث في النسخة. رقم 64 وأحمد سامي بيقول إيه الحكاية؟ هي اللعيبة الصايمة حتى الآن، لكن فرحة وسعادة في المدرجات. آدي الكورة ما فيهاش لا راية ولا صفارة، موقف سليم 10 على 10. واحد درويش أخيرا النادي الإسماعيلي ببركة الشهر الفضيل يتقدم أصدقائي على سموحة في أول 45 دقيقة بثلاثية نظيفة. لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مطر 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 إجوان، ومالك بعيو بيقلص الفارق في الدقيقة 41. لسه ما خلصناش فرحتنا بتالت الإجوان، لكن التونسي مالك بعيو بتسديدة. بصوا حضراتكم الحكاية وبصوا حضراتكم السخونة والإثارة. مش بقول لحضراتكم لسه الحكاية فيها مليانة، ولا مين يكسب مين ولا ايه الحكاية. هو دي كرة وممكن جول رابع، لكن الهاني سليمان فرص خطيرة جدا جدا، وكرة متهيئة على حدود المنطقة كانت هتعدي لهاني سليمان. بصوا حضراتكم ادي الشامي تفوق على مالك بعيو وحطها يا ولد يا ولد يا ولد على الرؤية. النهاردة محمد الشامي عنده 4 عيون وحط كرة لعبد الرحمن كانت هتعدي، لكن لحقها قبل ما تخش المرمى لهاني سليمان. وفي هذه الأثناء أصدقائي بتنطلق صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الإسماعيلي على سموحة في أحداث الشوط الأول بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. شوط أول قوي ومثير ومليء بالأهداف ومليء أيضا بالقطايف واللطايف. إلى الملتقى أصدقائي مع بداية أحداث الشوط الثاني، هذه تحياتي أيمن. الدقيقة الحاسمة الفاصلة في أحداث اللقاء، وعلى بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة بداية الشوط الثاني، 3 الدراويش 1 سموحة. واضح في الإعادة مالك بعيو تسديدة قوية يا ولد يا ولد، ده بيطلع صواريخ ده بيطلع صواريخ. شفنا في الدقيقة 41 الولد التونسي مالك بعيو القادم من النجم الساحلي سجل هدف سموحة، لكن التمرير الخاطئ متبادل. ادي كورة حلوة جدا جدا بينية عند الشبراوي في اول لقطة، عدى وفات. هل فيها اعاقة؟ فيها اعاقة فيها اعاقة، وركلة جزاء ركلة جزاء في اول لقطة واول انطلاقة واول لمسة لشحت الدراويش. حوار على بعد 11 متر، حمزة الجمل بيبحث عن أول انتصار لي بعد أن تولى القيادة الفنية في رابع مباراة. باهر المحمدي والهاني سليمان داخل باهر داخل باهر وبيحطها دشنها نشنها وضيعها باهر نشنها وحطها. مشكلة كبيرة جدا جدا، مش معقولة التمرير. ادي كرة عند ياو 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 ياو، لكن ياو يتألق الهاني سليمان. عدد كبير من الفرص كان ممكن الدراويش يعملوا نتيجة تاريخية على سموحة النهاردة في رمضان، لكن القائم وإهدار الفرص، وأخيرا الهاني سليمان
يتصدى لانفراد مؤكد وصريح من ياو انور اللي ما عرفش ينير الطريق للدراويش في رابع الاجوان. ادي كوره وتسديده مره تانيه لكن سهله في المتناول عند كوكو. ادي ياو منفرد، بقول لحضراتكم ايت بس التمريره حكايه من الشبراوي، لكن خلاه في مواجهه ده الوحش عمر الوحش اداله تمريره ديليفري، لكن ياو انور منور اللي عملها لعيب سموحة في احداث الشوط الثاني. زياد طارق الكره الركنيه مره ثانيه لكن بياخدها على مرتين. خطير سموحه في الكرات الركنيه، عندهم ابراج وعندهم اطوال ومحفظهم احمد سامي. ادي الاثنين دخلوا على بعض لكن اتهيأت وراحت في المكان اللي واقف فيه كوكو. موفق بشكل كبير. اعتراضات كده من ابو بكر اليادي لمحمد دسوقي لكن لم يشهر اي بطاقه. دي كره خطيره جدا جدا لكن في رايه، في رايه وسفاره، وكوكو يتالق في احداث الشوط الثاني. وبالفعل اصدقائي في هذه الاثناء النادي الاسماعيلي في لقاء الجوله 22 خارج القواعد حمزه الجمل مع اعضاء جهازه ومع فرحه كبيره لجماهير النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي يحقق ثالث انتصار ليه في بطولة الدوري بعد فوز في الجولة 22 على سموحة بنتيجة 3-1. مليون مبروك للدراويش وجماهير النادي الإسماعيلي في كل مكان. هارد لك لسموحة والموج الأزرق. في الأخير لا يسعني أصدقائي إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف. أما الآن فعودة سريعة إلى استاد مصر والزميل العزيز تامر صقر ونجوم مصر الكبار. فإلى هناك.